إلى النقطة ديال تجزئة شعبان جوج. شعبان جوج، هذه النقطة السوداء يعني بالنسبة لكم أنتم، كيفاش كتشوفوا يعني الحالة ديالها في هذا الوقت؟ ما تحية للموقع ديال العرائش أنفو على الحضور ديالو، على المواكبة ديالو لجميع القضايا البيئية ديال المدينة، سواء اللي كتعلق بالبحار ولا بالنظافة المدينة ولا بالغابة، ولا كما تبعوا معنا القضية ديال المزبلة المطرحة قريم دا، جميع المواضيع كنحيوا هذا الموقع هذا، النضالية ديالو والمواكبة ديالو للقضايا الحيوية ديال المدينة والبيئة بشكل عام. حي شعبان ويعتبر يعني تصميم جديد ديال المدن ما بعد الاستعمار، يعني هذا الحي اللي تبنى ما بعد الاستعمار واللي بنى كارثي، وحنا ركزنا على هذه النقطة هذه اللي سبق لكم أنكم شيرتوا لها في واحد المقال، وكانت نضال الأخضر راسلت الجهات المعنية أن مع البداية ديال الدخول المدرسي أنهم أن المعنيين سواء نيابة ديال التعليم، مديرية ولا العمالة ولا البلدية ولا السلطات أنهم ينتبهوا لهذه الكارثة وهذا الوضع المحرج اللي كتعيشوا ديالو. هو في قلب الحي ديال شعبان وقريب لواحد المؤسسة جميلة جدا من حيث التصميم، وهي مؤسسة تأهيلية ثانوية، هي الثانوية التأهيلية ديال شعبان. لا يعقل أن احنا وقريب كذلك من الإعدادية ديال الوفاء اللي هي إعدادية داخل الحي، يعني جوج مؤسسات تعليمية، دار القرآن، مقهى، حي سكني، عمارات، وكندير واحد المطرح واحد الوضع كنحطوه للشركة اللي حطاتو سابقا ولا حتى البلدية ولا أعين غامضة ديال السلطة، أنه في وسط الشارع العام وفي وسط بقعة أرضية وطيور ولا واحد الوضع يعني مقزز، ان نحطوا هاد واحد المؤسسه التعليميه اللي كنلقوا نلقفوا فيها نلقنوا فيها التعليم لوليداتنا. هادي شحال كان؟ يعني كنعطيهم واحد التعليم، واحد التعليم مكتوب داخل واحد الحجرات محدوده، ولكن كيخرجوا للواقع كيجبروا ان المؤسسه ديالهم اللي كتلقنهم الدروس حول البيئه وحول الحفاظ عليها كتلقى محاطه بالازبال من كل جانب وصوب. كاين القضيه ديال البقع الارضيه، يعني كنلاحظوا كنلاحظوا اللي كنلاحظوا هنا هو الترسيم ديال هذا المطرح العشوائي، بحيث الناس كلهم كيجيو يعني الازبال هما كيقوموا بجمع الازبال، يعني كيقوموا برمي الازبال هنايا سواء بالسيارات او الاشخاص. يعني هذا المكان هو ولا سهل بالنسبه للجميع، يعني ما كاينش واحد الوعي الجماعي، لان راه هذا الشيء اللي كيدار هو مشوه للمدينه والصوره ديال الحي، اذا الحي هو جزء من المدينه، اذا مشوه الحي وحده واحد كيفاش كتشوف المعالجه ديال ولا كيجيهم سهل، الناس كتجيب السيارات من اماكن عده وتحط حدا واحد المؤسسه تعليميه وتحط الزبل هنا في قلب المدينه. نعم كتشوف المعالجه ديال الشركه معالجه النقطه السوداء، معالجه ديال هذا خصها ما تكونش انتهازيه، الشركات اللي كيجيو هما هما فقط كيديو الفلوس، وناس جالسين في الرباط ولا جالسين في المانيا ولا جالسين في جهه اخرى، وكيحطوا الحاويه ديال الازبال في اي مكان بشكل عشوائي بدون تخطيط بدون تفكير بدون اقتناء اراضي مثلا واماكن يخلصوا عليها الفلوس باش يحطوا فيها الازبال. الناس يمكن يبدلوا استراتيجيه، يمكن يستشروا مع الناس، يمكن يخدموا العربات ذات المحركات ذات العجلات التالات في الطريق، ممكن اساليب كاين تفكير، الناس كتفكر من حيث الازبال. حنا دابا كما قلنا السي عبد القادر سابقا، حنا يلاه مدينه فيها مئات الناس بالنسبه للمجتمع المدني، يعني بالنسبه للمرافعه ديال معالجه النقاط السوداء، يعني اش كتقترح انت كجمعيه يعني بيئيه كيفاش يتم هذه المعالجه؟ انتم بالنسبه لكم مرافعه على معالجه هذه النقاط السوداء داخل الوسط الحضاري؟ هذه المرافعه ديالنا على معالجه النقاط السوداء هي خصها تفكير جدي ومعقول، وان الشركه تفكر على حلول جذريه لجمع النفايات ديال المدينه، سواء باستعمال بحال اللي قلنا العجلات هذه الدراجات الثلاثيه، سواء باستعمال العربات المجروره بالحصانات قديمه بحال اللي كنا كنديروا، سواء بهذا خص كذلك خص يدار مطرح مطرح ديال المعالجه ديال النفايات، ماشي مطرح اللي محطين في المنار وهاد الازبال هذه كامله تمشي تما. اذا هذا الوضع هو شاد، وضع غير مقبول ويجب التفكير فيه بشكل جدي. احنا مؤقتا كنفكروا على ان هاد الحاويات اللي محطوطين في الطريق وحدها الارض الناس
يمكن تحط لهيه حدا السور راه هو فارغ امام واحد الشارع وتحط في السور لهيه ودار له واحد 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 يعني رصيف ودار دار دار مجموعه ديال الحاويات كبيره وتنظف جوج المرات في النهار على الاقل جوج مرات في النهار في الصباح وفي نص النهار وتكون دائما فارغه. يمكن اننا ندير واحد الحل مؤقت ولكن مازال التفكير خصو يكون جدي ومعقول.